يعني إذا سوينا مقارنة بين الأسماء اللي تأخذ هسه أكثر مشاهدات، نعم، محمد السالم، سيف نبيل، ونور الزين، برأيك أنت منو بيهم يعجبك أكثر؟ أنا نور حسيت بي ستايل، نور الزين حسيت بي ستايل، يعني رغم أنه محمد سالم قبل فترة كان ماخذ هو النجومية، الآن سيف نبيل يمكن ماخذها النجومية، لكنه نور عنده تميز أشوفه أكثر يعني. يعني وسيف نبيل؟ سيف أنا ما أكذب عليك ما سامعهم كثير يعني أني، بس نور يعني ما تعرفهم بالشكل ممكن؟ لا لا بالعكس التقيت بهم وشايفهم وحتى حاضر لهم يعني سامعهم. كنت واكبت بالقنوات الأخيرة. إي لا لا وسامعهم يعني حاضر لهم أني حتى حفلات يعني بس بالصدفة يعني يصير أكون حاضر حفلة أسمع يعني أشوف حضوره على المسرح وهذه، وبالنتيجة هم أصبحوا أسماء يعني، والله يوفق الجميع يعني. طيب.